آخر سؤال آسف يا مولانا. ها أنا آسف في السؤال بس والله حتى أتعلم. مولانا كثير من طلبة مثلا طالب عند مثلا شيخ معين أجده يخرج ويذم في مشايخ آخرين وحتى علماء كبار مولانا، يعني في المعتري هو العالم ليه يعني اللي هو يجتهد وياخذ براي معين في مساله معينه، والعالم الاخر يجتهد، هل يجوز لي اذا اخذت براي ما، يعني انا اخذت برايي وفي راي ثاني، ان انا ادافع عن الراي دي لدرجه ان انا اقلل من العالم الاخر؟ لا، ليس من الأدب وليس من الديانة إذا كان مجتهدا. نعم، اذا كان مش لا يجوز هذا. الله يسلمك، الى الاخوان مولانا بالله عليك. الله يبارك فيك ويوفقك.